السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم الفيزيائية للسنة الثالثة إعدادي. إذا هذا الدرس سوف نتكلم على المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية. أولا، ما معنى محلول؟ إذا كيف ما شفتوا في السنة الأولى إعدادي أن المحلول نحصل عليه بإذابة جسم ما في الماء، إما هذا الجسم يكون صلب أو سائل أو غاز. مثلا إذا أردنا الحصول على محلول الملح نقوم بإذابة الملح في الماء، وعندما نذيب السكر مثلا في الماء نحصل على محلول مائي للسكر. ويسمى السكر الجسم المذاب والماء الجسم المذيب، ودائما في الذوبان يكون لدينا جسمين، جسم مذيب وهو الذي يذيب، وجسم مذاب وهو الذي يذوب. كذلك يمكننا يعني تذويب السوائل، مثلا عندما نقوم بخلط الكحول مع الماء يعطينا خليط متجانس، وبالتالي نحصل على محلول مائي ديال الكحول. وكذلك يمكننا إذابة بعض الغازات في الماء، مثل يعني غاز كلورور الهيدروجين يذاب في الماء ونحصل على محلول كلورور الهيدروجين. إذن كتعريف للمحلول المائي، كتذكير، المحلول المائي هو خليط متجانس يتكون من جسم مذيب وهو الماء وجسم مذاب. أمثلة لهذه المحاليل المائية مثلا محلول الملح، ويسمى كذلك محلول كلورور الصوديوم، ونحصل عليه بإذابة ملح الطعام في الماء الخالص. إذا عندما نذيب ملح الطعام في الماء الخالص نحصل على محلول مائي ديال الملح، ويسمى كذلك محلول كلورور الصوديوم. محلول حمض الكلوريدريك، ويسمى كذلك محلول كلورور الهيدروجين، ونحصل عليه بإذابة غاز كلورور الهيدروجين في الماء الخالص، أو بإضافة قطرات من المحلول التجاري لهذا الحمض إلى الماء الخالص. إذن محلول كلورور الهيدروجين نحصل عليه بإذابة إما غاز كلورور الهيدروجين إذا توفرنا على هذا الغاز، أو نضيف قطرات من المحلول التجاري ديال هذا الحمض إلى الماء الخالص. شنو هو المحلول التجاري ديال هذا يعني حمض كلوريدريك؟ هو الماء القاطع. إذا حنا بالدارجة كنقولوا الماء القاطع، وهذاك الاسم العلمي ديالو هو محلول حمض الكلوريدريك. عندما نضيف قطرات من حمض الكلوريدريك إلى الماء نحصل على محلول حمض الكلوريدريك، وصيغته الأيونية هي H زائد زائد Cl ناقص. H بلس هو أيون يعني الهيدروجين، والCl مو هو أيون الكلور. محلول الصودا، ويسمى كذلك محلول هيدروكسيد الصوديوم، وصيغته الأيونية كذلك Na بلس بلس OH مو، ونحصل عليه بإذابة أقراص الصودا في الماء الخالص. عندما نذيب أقراص الصودا في الماء نحصل على محلول الصودا، وأيونات المتواجدة في هذا المحلول هي Na زائد وOH ناقص. الآن إذا قمنا بوضع يعني محلولين اللي هما عصير البرتقال وعصير الليمون، كيف يمكننا التمييز بينهما؟ إذا ما هي الطريقة التي تمكننا من التمييز بين عصير الليمون وعصير البرتقال؟ غالب يعني التلاميذ يجيبون بالتذوق، يعني عن طريق المذاق. كيف ذلك؟ يعني عن طريق حموضة. إذن عصير الليمون يكون أكثر حموضة من عصير البرتقال، وبالتالي يمكننا التمييز بينهما. لكن هناك طريقة أخرى للتمييز بين هذين المحلولين كذلك، لأن بعض المحاليل لا يمكن تذوقها، ومن أجل يعني قياس درجة الحمضية نستعمل الوسائل يعني الضرورية لقياس هذه المحاليل. لقياس درجة حموضة المحلول نستعمل مفهوم يسمى مفهوم pH. إذا pH المحاليل المائية هو واحد مقدار فيزيائي يمكن قياسه، ويكون بدون وحدة، ويمكننا من معرفة هل هذا المحلول هو حمضي أو يعني العكس أو غير حمضي، ويسمى قاعدي. إذا قاعدي هي العكس ديال حمضي. إذا تصنيف المحاليل المائية، أولا مفهوم pH المحلول المائي، ماذا نعني ب pH محلول المائي؟ إذا pH محلول المائي هو مقدار بدون وحدة. ما معنى بدون وحدة؟ يعني ما عندوش وحدة، ماشي بحال مثلا الكتلة الوحدة ديالها هي الكيلوغرام، الحجم الوحدة ديالو هي المتر مكعب، الضغط الوحدة ديالو هي الباسكال، إلى غير ذلك. درجة الحرارة الوحدة هي السيليسيوس. لكن pH هو مقدار فيزيائي يمكن قياسه لكنه بدون وحدة، ما عندوش وحدة، وهو محصور بين 0 و 14. يعني هاد pH المحلول المائي عندما نقيسه pH لمحلول مائي معين نجد رقما محصورا بين 0 و 14، لا يكون أصغر من 0 ليس عدد سالب، ولا يكون أكبر من 14 يعني ليس عدد أكثر من 14، وهو يميز طبيعة المحلول حمضي أو قاعدي أو محايد. إذن عندما نقيس pH ديال المحلول نتعرف على طبيعته، هل هو حمضي
أو قاعدي أو محايد. إذن باش يمكن لنا نتعرفوا على هذا الشيء غادي نقوموا ببعض التجارب، لكن من أجل القيام بالتجربة وقياس pH المحلول نستعمل أحد الوسيلتين، إما نستعمل ورق pH أو نستعمل pH متر. ما هو ورق pH؟ ورق pH هو ورق مشرب بمادة كيميائية يأخذ ألوانا تختلف حسب طبيعة المحلول المغمور فيه، يقابل كل لون قيمة مكتوبة على علبة الورقة. مثلا إذا أخذنا يعني سائل وأخذنا قطرات من هذا السائل، نأخذ قطعة من ورق pH. إذا ورق pH كيكون بحال هكا وكيكون يعني على شكل ورق اللي عنده واحد اللون معين، غالبا إما كيكون أصفر ولا كيكون أخضر ولا كيكون برتقالي. ثم نضع على ذلك الورق يعني قطرات من المحلول. عندما نضع قطرات من ذلك المحلول يعني يتغير لون ورق pH. إذا pH يتغير لونه بإضافة محلول عليه. لماذا؟ لأنه فيه مادة كيميائية يعني يتغير لونها على حسب طبيعة المحلول التي نضعه عليها. ثم عندما نحصل على لون معين من ذلك الورق نقارنه بورق pH، بالألوان الموجودة على علبة تلك يعني الورق ديال pH. الورق pH العلبة ديالو كيكون فيها ألوان، ولكل لون يعني واحد الرقم معين مقابل لذلك اللون. مثلا هنا لدينا هذا اللون اللي هو أحمر، الرقم المقابل له هو واحد، ثم يعني 1 2 3 4 5 6 حتى نصل إلى 14 وهو هذا الأزرق الغامق. إذا عندما نجد لون معين نقارنه مع هذه الألوان. مثلا إذا وجدنا لونه أصفر، مثلا هذا هو اللون الأصفر، نقول بأن يعني العدد هو 5. إذا العدد المقابل له هو 5، وبالتالي pH ديال ذاك المحلول هو 5. مثلا وجدنا برتقالي، إذا غادي نشوفوا هنا برتقالي هو 2. مثلا وجدنا يعني أزرق بهذا اللون، قولوا مثلا 9 إلى غير ذلك. إذا هو خصو يكون فيه 14 لونا، لكن هنا في الكتاب لدينا يعني 10 ألوان فقط. في الغالب كيكون عندنا 14 لون، باش كل لون كيكون عنده قيمة ديال pH من 1 إلى 14. إذا pH المحلول يتم قياسه إما بطريقة ديال ورق pH كما قلنا، أو عن طريق يعني pH متر. pH متر هو واحد الجهاز رقمي له مجس، إذا المجس ديالو هو الذي ندخله في المحلول ويعطينا مباشرة رقم. إذا كيعطينا واحد الرقم وبذلك الرقم نتعرف على pH المحلول. مثلا هنا لدينا 6.84، إذا هنا لدينا الحليب. هنا لدينا عصير البرتقال وجدنا 3.94، وهنا لدينا الماء وجدنا 7.04. إذا هذه المحاليل المائية قمنا بقياسها بواسطة pH متر. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بأن هذا pH متر يعطينا قيم اللي هي بالفاصلة، ماشي بحال ورق pH اللي كيعطينا قيم فقط يعني بالأرقام. إذا pH متر هو جهاز يقيس لنا pH بدقة أكثر من ورق pH. باستعمال جهاز pH متر هو جهاز يمكننا من تحديد قيمة pH محلول مائي بدقة، وذلك بغمر مجسه في المحلول المائي. الآن عندما نقوم بقياس pH المحلول يعني في ماذا يفيدنا هذا الرقم؟ يفيدنا هذا الرقم في تحديد هل هذا المحلول حمضي أم قاعدي أم محايد، لأن المحاليل المائية تصنف إلى 3 أصناف: محاليل حمضية ومحاليل قاعدية ومحاليل محايدة حسب قيمة pH. هنا لدينا في الوسط 7، وهنا لدينا 0، وهنا 14، وهذا يسمى سلم pH. إذا قمنا بقياس pH ديال محلول مائي، لدينا هنا واحد المحلول مائي وقمنا بقياس pH سواء بواسطة pH متر أو بواسطة ورق pH، ووجدنا مثلا pH ديالو تساوي 3. إذا pH تساوي 3 هي أصغر من 7، توجد في هذا المجال. إذا وجدنا قيمة توجد في هذا المجال مثلا 3، نقول بأن هذا محلول حمضي، إن هنا المحاليل الحمضية. إذا قمنا بقياس يعني pH ديال محلول آخر ووجدنا مثلا بواسطة pH متر وجدنا 11.2. إذا كنلاحظوا بأن pH متر كيعطينا بالفاصلة، 11.2 تكون في هذا المجال فاصلة 2، وهذا المجال هو ديال المحاليل القاعدية. إذا هنا غادي نقولوا بأن المحلول قاعدي. ثم إذا قمنا بأخذ محلول آخر اللي هو في الغالب كيكون إما الماء ولا الماء المالح، إذا نقوم بقياس pH ديالو كنلقاو مثلا pH تساوي 7،
ولا 7.01 ولا 7.02 ولا 6.99 ولا 98، إذا قيمة قريبة إلى 7. إذا كانت قيمة قريبة إلى 7 نقول بأن المحلول محايد. إذا ما معنى محلول محايد؟ يعني ليس حمضي وليس قاعدي. إذا المحاليل تصنف إلى 3 أصناف حسب قيمة بي اش. إذا كانت بي اش محصورة ما بين 0 و 7 نقول بأن المحلول حمضي. إذا كانت بي اش تساوي 7 أو تقريبا تساوي 7 نقول أن المحلول محايد. إذا كانت بي اش أكبر من 7 يعني ما بين 7 و 14 هي نقول بأن المحلول هو قاعدي. إذا تصنف المحاليل المائية إلى 3 أصناف وهي محاليل حمضية ذات بي اش أصغر من 7، أو محاليل قاعدية ذات بي اش أكبر من 7، أو محاليل محايدة ذات بي اش يساوي 7. وحمضية وقاعدية المحاليل تكون حسب تواجد يعني أيونات اش زائد وأيونات او اش ناقص. إذا أي محلول كيفما كان محاليل مائية يوجد فيها أيونات اش زائد ويوجد فيها أيونات او اش ناقص. إذا كانت لدينا اش زائد بكثرة يعني أكثر من او اش ناقص نجد بأن المحلول حمضي. إذا في المحاليل الحمضية يكون لدينا اش زائد أكثر بكثير من او اش ناقص، وفي المحاليل القاعدية يكون العكس، يكون لدينا عندنا اش زائد أصغر بكثير من او اش ناقص، وفي المحاليل المحايدة يكون عندنا اش زائد يساوي تقريبا او اش ناقص. إذا المحلول الحمضي كيكون فيه اش زائد أكثر، المحلول القاعدي يكون فيه او اش ناقص أكثر، والمحلول المحايد يكون فيه نسبة هذه يعني الأيونات متقاربة. الآن نقوم بحل هذا التمرين التطبيقي. أولا صنف المحاليل الممثلة في الجدول الأسفل حسب قيمة بي اش. هنا لدينا هذه المحاليل: الخل، ماء جافيل، حمض كلوريدريك، عصير الليمون، الماء الخالص والصودا. سوف نحدد يعني هل هذا المحلول حمضي أو قاعدي أو محايد حسب قيمة بي اش. هنا لدينا الخل، قيمة بي اش هي 4، بما أنها 4 إذا هذا المحلول هو حمضي. ماء جافيل عنده بي اش يساوي 11، 11 أكثر من 7 وبالتالي هذا محلول قاعدي. حمض الكلوريدريك عنده بي اش يساوي 2 أصغر من 7 وبالتالي هذا محلول حمضي. عصير الليمون له بي اش تساوي 5 وبالتالي هذا كذلك هو محلول حمضي. والماء الخالص يساوي 7 وبالتالي هذا محلول محلول محايد لأن بي اش تساوي 7. والصودا بي اش ديالها كتساوي 13 وبالتالي هذا محلول قاعدي لأنه أكثر من 7. إذا هذا يعني السؤال هو سهل جدا، فقط نرى إذا كانت بي اش أصغر من 7 فهو حمضي، أكثر من 7 فهو قاعدي، وإذا كانت تساوي 7 أو تقريبا تساوي 7 فهو محلول محايد. ما هي الوسيلة المستعملة لقياس بي اش المحاليل؟ علل جوابك. إذا شنو هي الوسيلة اللي استعملنا فيها هذه التجارب؟ بطبيعة الحال نرى هذه القيم هي قيم ديال الأعداد صحيحة، وبما أن هذه الأعداد هي صحيحة فإن الوسيلة المستعملة هي ورق بي اش، لأن ورق بي اش هو اللي كيعطينا هذه القيم الصحيحة. إذا الوسيلة المستعملة هي ورق بي اش. لماذا؟ لأن القيم المحصل عليها هي صحيحة طبيعية. إذا هي قيم صحيحة طبيعية. لو أنها مثلا عندنا بالفاصلة يعني أعداد عشرية نقول بأن الوسيلة المستعملة هي جهاز بي اش متر. إذا لو أنه مثلا عندنا هنا 4.2 هنا 11.5 2.0 مثلا إلى غير ذلك، غادي نقول بأن الوسيلة المستعملة هي بي اش متر لأن الأعداد المحصل عليها هي أعداد عشرية. حدد المحلول الأقل حمضية والمحلول الأكثر قاعدية. كيف نعرف هل المحلول أقل حمضية ولا أكثر حمضية ولا أقل قاعدية ولا أكثر قاعدية حسب قيمة بي اش؟ إذا شنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا بأن كلما اقتربنا من 7 فإن المحلول يصبح محايد. كذلك هنا كلما اقتربنا من 7 فإن المحلول يصبح محايد. إذا أتينا بمحلولين حمضيين، مثلا عندنا المحلول الأول بي اش ديالو كتساوي 3 والمحلول الثاني بي اش ديالو كتساوي لنا 5 مثلا. إذا شكون هو المحلول الأكثر حمضية؟ الأكثر حمضية هو اللي كيبتعد على 7 أكثر، اللي كيقرب للصفر. إذا كلما كانت بي اش أصغر من 7 وتقارب الصفر فإن المحلول يكون أكثر حمضية، وكلما كانت بي اش أكبر من الصفر وتقارب 7 يعني هي أصغر من 7 ولكن تقاربها مثلا 5 هي أقرب إلى 7 من 3 وبالتالي يكون أقل حمضية.
إذن كلما اقتربنا من 7 فإن المحاليل تصبح أقل حمضية، وكلما اقتربنا من 0 فإن المحاليل تصبح أكثر حمضية. بالنسبة للقاعدية كاين كذلك، كلما اقتربنا من 7 كتولي أقل قاعدية، وكلما اقتربنا من 14 كتولي أكثر قاعدية. مثلا هنا لدينا 3 و5، المحلول اللي عنده pH تساوي 3 هو أكثر حمضية من المحلول الذي لديه pH تساوي 5، لأن لديه أصغر قيمة ديال pH. هنا إذا كان لدينا مثلا محلولين، واحد عنده 10 وواحد عنده مثلا 8، إذا اللي عنده pH تساوي 8 هي قريبة ل 7 وبالتالي أقل قاعدية، واللي عنده pH تساوي 10 هو قريب ل 14 وبالتالي أكثر قاعدية. إذا المحلول الأقل قاعدية هو 8 والمحلول الأكثر قاعدية هو 10، لأن لديه أكبر قيمة ديال pH بالنسبة للمحاليل القاعدية. كذلك المحلول القاعدي ما يمكنش يكون عنده pH أصغر من 7، والمحلول الحمضي ما يمكنش يكون عنده pH أكثر من 7. إذا هنا في هذا السؤال حدد المحلول الأقل حمضية والمحلول الأكثر قاعدية. المحلول الأقل حمضية هو اللي عنده أكبر قيمة ديال pH بالنسبة للأحماض. إذا غادي نقارنو اللي هو حمضي الخل وحمض الكلوريدريك وعصير الليمون. إذا شنو كنلاحظو؟ أن الحمض الكلوريدريك هو اللي عنده أصغر رقم، وعصير الليمون هو اللي عنده أكبر رقم بطبيعة الحال ما بين المحاليل الحمضية. اللي عنده أكبر رقم يعني اللي قريب ل 7 هو اللي كيكون أقل حمضية، واللي قريب للصفر هو اللي كيكون أكثر حمضية. هنا نطلب منا الأقل حمضية، وبالتالي هو اللي قريب ل 7 اللي هو عصير الليمون. إذا المحلول الأقل حمضية هو عصير الليمون. كذلك هنا الأكثر قاعدية كنشوفوا القواعد. إذا اللي قاعدي هو ماء جافيل والصودا. شنو كنلاحظوا؟ أن ماء جافيل هو 11 والصودا هو 13. شكون اللي قريب ل 7؟ هو جافيل، ماء جافيل، إذا هو أقل قاعدية. وشكون اللي قريب ل 14؟ هو الصودا، وبالتالي هو الأكثر قاعدية. إذا المحلول الأكثر قاعدية هو اللي عنده أكثر قيمة ديال pH وهو محلول الصودا. إذا كنتمنى أن هذا الجزء الأول من الدرس يكون مفهوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.